في نصيحة أنا دايماً بعطيها للناس، يعني أنتقد على هاي النصيحة. لأنه بتعرفي كل خبراء التجميل وكل الناس اللي بيحكوا بالجمال، حتى أطباء التجميل، دائماً هم من التيم تبع حبي حالك، حبي عيوب بشرتك، حبي تجاعيدك، ما تحبيش. تصالحي مع عيوب بشرتك أو مع مشاكلها بأنك تعترفي بوجودها وتحليها. مش أنا ما بتصالح مع نفسي أو مع مشاكل بشرتي بأنه أنا أعمل حالي مش شايفها. عندي خط مضايقني حوالين عيوني، أعملي بوتوكس. عندك خطين هون مضايقينك، ما تعملي حالك مش شايفيتهم، شوفيهم، هي مشكلة مضايقيتك، فعملي لهم فيلر. دائما أنا مع الإجراءات التجميلية اللي حتخليكي أنت راضية عن نفسك أكتر. أؤيد أي شيء حيخلي الست راضية عن حالها أو الإنسان بشكل عام. أنا كان أنفي مضايقني، قعدت 10 سنين أفكر في هاي العظمة كيف بدي أخفيها، أعمل فيلر هون، أعمل بوتوكس هون، أتصور فاز ما أتصور من جنب، بعدين خلص عملت عملية صرت راضي عن شكلي أكتر. هلأ أنا ما بقدر أحكي معاكي هيك ما في مشكلة. فيعني بتصير عندك ثقة بنفسك أكتر، مش بس المشاهير. زمان كانت العمليات أو الإجراءات التجميلية بس للمشاهير، هلأ صار أي حدا بيقدر يعمل ويكون مرتاح مع حاله أكتر. الفلاتر طلع قد الفلاتر اليوم كل الناس بتصور بفلتر. طب إذا أنت هالقد مش راضي عن شكلك، أنت بتكوني عم تتصوري بفلتر. الإنفلونسرز بتصوري بفلتر، بتقولي لها حبي تجاعيدك وحبي نمشك وحبي الحبوب وحبي المسامات، لا ما انت مش راضي عنهم، ليه عم تصوري بفلتر؟ فلا يعني اشتغلوا، اعملوا في وجهكم اللي انتوا عايزينه.